التوفيق والنجاح. إنه لا يسعدني ويشرفني حضور ندوة اليوم تحت عنوان إطلاق برنامج الرعاية المسؤولة لقطاع الصناعات الكيماوية والتي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، والتي تأتي في إطار الخطوات التي قام بها مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بالتعاون مع غرفة الصناعات الكيماوية لتنفيذ مبادرة الرعاية المسؤولة، وهي المبادرة المعنية بالصناعات الكيماوية التي تعكس الاهتمام بالبعد البيئي والاجتماعي، والتي يتم تنفيذها في عدد كبير من دول العالم. يعد القطاع الصناعي من أهم وأكبر القطاعات التنموية في جمهورية مصر العربية، وبيمثل تنمية هذا القطاع أحد أهم أولويات الحكومة التي تسعى جاهدة لحل المشكلات وتذليل العقبات التي تعترض التنمية بصفة عامة، والتشجيع على التحول نحو التنمية الأكثر استدامة التي أصبح لا غنى عنها في جميع المجالات. وتعد المبادرة التي نشهد انطلاقة أولى خطواتها اليوم هي أحد أهم وسائل دعم هذا القطاع، وقد بدأ العالم كله في تنفيذ المبادرات والاتفاقات الطوعية والتي تضمن وتؤكد أن التنمية المستدامة للصناعة يمكن أن تتم من خلال تحمل كل طرف من أطراف المجتمع لمسؤولياته، ليس فقط من خلال تطبيق القوانين والعقوبات وفرض الالتزام، ولكن من خلال المبادرات التي تضمن وتشجع القطاع الصناعي على تحمل مسؤولياته تجاه المجتمع من خلال اتباع الأساليب السليمة والتكنولوجيات المتطورة لتحسين الصناعة، والتي تضمن الاهتمام بالبعد البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد الطاقة والمياه والتوسع في استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة وبدائل الوقود. السادة الحضور الكريم، إن الصناعة والبيئة هما عنصري التنمية، لذا وجب وضع الاعتبارات البيئية ضمن أولويات الصناعة، وتقوم وزارة البيئة بوضع وإرثاء مبدأ الصناعة النظيفة خلال عدة محاور تتمثل في تطبيق المعايير البيئية من خلال فرض القانون والتشريعات، وكذلك دعم الصناعة من خلال الحزم التمويلية الميسرة والتي توفرها الوزارة بالتعاون مع العديد من الجهات المانحة، حيث تم توفير الدعم الفني والمالي خلال الفترة السابقة لأكثر من 200 شركة مصرية من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي لتنفيذ مشروعات بيئية لتوفيق الأوضاع لهذه الشركات بالتركيز على المناطق الأكثر تلوثاً. كما تم دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعي، والذي تم تمويله من خلال بنك التعمير الألماني، قدم دعم للصناعة بمناطق صعيد مصر ومحافظات الدلتا. وتقوم وزارة البيئة بدراسة توفيق أوضاع الشركات خاصة الشركات الكبرى من خلال عمل اتفاقات طوعية تهدف إلى التزام الشركات بالمعايير البيئية المطلوبة، وتقديم خطط لتوفيق الأوضاع بها طبقا لأولويات الاستثمار في مجال التطوير وتوفيق الأوضاع. تسعى الحكومة المصرية الآن لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي كأحد بل أهم أولوياتها، ومن هذا المنطلق فإن توجهات وزارة البيئة خلال الفترة القادمة هو دعم الموقف البيئي للصناعات المصرية ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال، وإرثاء مبدأ الإنتاج الأنظف والذي يعد أهم السبل لتحقيق التنمية المستدامة وخفض الملوثات الناتجة من الصناعة، وذلك من خلال أربعة محاور رئيسية. بيتمثل المحور الأول في هذا الكلام في تعظيم كافة مجالات التعاون مع الوزارات الأخرى المعنية بقضايا البيئة، العمل منظومة حكومية متكاملة وتحقيق التنسيق الكامل بين وزارة البيئة وكافة شركائها في هذا المجال من الوزارات المعنية مثل الصناعة والزراعة وغيرها. ويتمثل المحور الثاني في توطيد أسس التعاون مع الجامعات والجهات البحثية للاستفادة من الخبرات الفنية والأكاديمية لها في وضع الحلول والبدائل الفنية للمشكلات البيئية الراهنة، وكذلك التعرف على التقنيات الحديثة في شتى المجالات. ويتمثل المحور الثالث في تقييم البرامج التمويلية الحالية التي تتم مع الجهات المنحة الدولية ودراسة التوسع بها لخدمة قطاعات أكبر لدعم البيئة المصرية والاستفادة من البروتوكولات العالمية لإبراز الجهود السابقة والمستقبلية لدعم الصناعة وتحقيق الالتزام البيئي به. وأخيرا بيتمثل المحور الرابع في تعزيز قدرة الوزارة للتفتيش البيئي على المنشآت الصناعية ووضع برامج رقابية صارمة لضبط المخالف ودعم الشركات لتنفيذ خططها للالتزام البيئي ومنع التلوث. وأحب أنوه في نهاية كلمتي على المجهودات التي تقوم بها الحكومة المصرية لضمان جودة الصناعة
ومنها مؤخرا إنشاء وتفعيل المجلس القومي لضمان جودة الصناعة المصرية. وبخص بالشكر في هذا التوقيت السيد الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على مجهوداته الكبيرة في هذا الشأن. وفي نهاية كلمتي أتوجه بالشكر لجميع القائمين بالإعداد والسادة المشاركين بالندوة، وأتمنى لكم ولنا التوفيق لخدمة وطننا العزيز مصر والوصول به إلى آفاق النهضة والاستقرار وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة التي تساهم على منافسة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. شكرا جزيلا. شراكة من زمان في موضوع البلاستيكس، حابة أعرض على حضراتكم دور الوزارة الجديدة في الموضوع. وزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات مسؤولة عن ملف المخلفات الصلبة البلدية ومخلفات الهدم والبناء، فإحنا لسه شركاء. كمان حابة أعرض على حضراتكم البرنامج القومي للمخلفات الصلبة. أنا عارفة أنكم مش هتصدقوا، لكن معلش برضو أنا أعرف. هو الوزارة دي لما أسست كان الفكر من وراها أن نعمل حاجة في زيادة الفجوات في مجتمعنا. مش هينفع أن الناس تبقى عايشة كده على اليمين في كومباوندز جميلة وناس عايشة في عشوائيات. فضم الموضوعين في وزارة واحدة، ولكن الناس اللي على اليمين دول هم اللي بيطلعوا مخلفات، واللي على الشمال هم اللي عايشين من ورا جامعتها وفرزها وقاعدة تبيعها وبيعها. وهنا في الكتاب الصغير اللي في الفولدر بتاع حضراتكم مكتوب انه تشكل المشروعات الصغيره والمتوسطه وكافه الشعب فيها. اذا وزارتنا المعنيه بازاي نخلي الناس دول يوصلوا لحضراتكم البلاستيك، بما اننا بنتكلم عن البلاستيك. لكن يوم الخميس وزارتنا عامله لقاء كبير جدا في موضوع الصناعه الكافه في كل الباكجينج، لان في مفهوم عالمي اسمها المسؤولية الممتدة للمنتج اللي هي Extended Producer Responsibility EPR. وكل العالم بيدفعوا أي حد بيطلع مادة تعبئة وتغليف ضرايب، بس بيعملوا سيستم كده ازاي الضريبة دي ترجع للريسايكلينج، فبيضمنوا إن الحاجة هتبقى. فاحنا إن شاء الله هنوصل لكده، بس إلى أن أدي اللي هنعمله إن شاء الله. بنقول إنه القطاع الرسمي بيشهر فيه مجال إعادة تدوير المخلفات الصلبة البلدية في مدينة مصر العربية 1% من السكان، ده رقم من الـ ILO، وإذا عددهم يقرب من 1,000,000 واحد. الرقم اللي سمعته اللي بيشتغل في اتحاد الصناعات في الغرفة بتاعت حضراتكم 300,000، ضموا عليهم 1,000,000 دول. ويا ريت ريسبونسبل كير كونسبت يبقى عند حضراتكم انكم مسؤولين عن 1,300,000. فازاي نشتغل مع بعض علشان الكم الهائل من الناس اللي هم بيولدوا 7 وظائف لكل طن، 7 وظائف. في النهاية يصب عند حضراتكم بشكل فيه سكتس، يعني الناس بتوع الجودة أكيد مش عايزين أي بلاستيك يجي خلاص. والناس دول شاطرين ساعات إنهم يحطوا شوية ملح مع بلاستيك البيت، وحركات الحضارات بتاعتها. إحنا عايزين نشتغل معاهم عشان نطور الصناعة، بس مش نتابع. ومش نعمل لهم كونسوليديشن في مصنع واحد لأنه مش هنقدر، يعني لازم أعترف مش هنقدر كده معاهم، هم موجودين في كل نجع وكف في البلد، فيلا نشتغل بيهم زي ما هم كده. فقلنا طيب نبتدي بالسهل. السهل هي المرافق اللي هي اوريدي موجودة بس واقفة، 63 مصنع سمات، علشان لازم كل فتفوتة من الزبالة يبقى لها سكة، ما ينفعش تفضل قاعدة في الشوارع على الأرصفة كده. مصانع السمات محتاجة مستثمرين، خلاص أقررنا كحكومة إحنا مش شاطرين في الإعادة في إدارة مصانع السمات، وعندنا على الأقل 14 مستثمر من الناس قاعدة معانا هنا عايزين يستثمروا في المرافق. هي مجرد أرض وسور وكهرباء، يعني ما نقدرش نقول إن في حاجة. وإيه إذن العقبات اللي بس عشان تعرفوا الموضوع في شغل؟ مثلا المحافظين ما لهمش حق إن هم يتعاقدوا غير ل3 سنين، وما فيش مستثمر هيجي يحط فلوس ل3 سنين. فنشتغل مع وزارة الاستثمار ومع اللجنة التشريعية علشان نخليها 10 سنين منهم. في برضه مفهوم المحافظين لسه مش فاهمين ليه اللي هيمسك ده محتاج جيت فيه، ليه محتاج شويه فلوس على كل عربيه تجيله؟ وده هو المفروض يبعت لي دي زباله كنز. برضه في يعني شغل على المفاهيم دي. بعد كده في الار دي اف، ما يتبقى بعد ما نشيل البلاستيك والكرتون والكنز والازايز والورق وبعد ما ناخد الاورجانيك اللي هو هيبقى نظيف، مش عارفه حضراتكم ازاي، هيتبقى 20%
اللي هي المرفوضات، دي برضو طاقة لمصانع الإسمنت. فلما بصينا للموضوع ده لقينا إنه عدد الورش الموجودة في جمهورية مصر العربية اللي بتعيد تدوير بتبدأ بفرز وكبس تكسير غسيل وهكذا عددها لا يقل عن 5000 ورشة، وكأنها شركائكم السب كونتراكتورز بتاعكم اللي موجودين في كل مصر. ولما عملنا كده دراسة سريعة في القاهرة علشان نشوف هما فين، لقيناهم مركزوا نفسهم في عشوائيات، فهم تبعنا برضو، وبستروك اوف جينيوس يعني they situated themselves في مواقع هي لو احنا كنا لو هما urban planners يعني بتوع تخطيط حضري ما كانوش عملوا احسن من كده. فوق في عزة النخل بخصوص المعتمدية والبيتا مشيط ناصر في القاهرة طوله 15 مايو، وفي النص في محطة وسيطة صغيرة في صابع عنتر في عزة الخيران. يعني هم عملوا محطات وسيطة بالمفهوم الشعبي لكن طلعت هي مظبوطة، هي دي ترانسفير ستيشن، بس في قلب المحطة الوسيطة طلعت عشوائية، وهي يتمركز فيها مئات ومئات وآلاف من الورش الصغيرة. في البلاد المتحضرة اللي بتعمل urban planning صح زي هونج كونج بيقعدوا على خريطة وبيحددوا المواقع دي، احنا حابين نقعد مع حضراتكم ونحدد في مدن جديدة كتير محددتش المواقع دي فين. في إطار عملنا كوزارة التطوير الحضري احنا برضو مسؤولين عن الأسواق العشوائية، فعندنا أسواق كتير بيبيعوا موبيليا على الأرصفة في قلب المدينة. عموما الفاليو تشين بتاع حضراتكم اللي يخص صناعة البلاستيك هو ده، من البيت للفرز اليدوي في المخازن دي، المخازن دي استثماراتكم بس حد تاني صرف عليها، حد تاني عمل مخزن بنياب عنكم، بيقعدوا يفصلوا فمانيولي، بعدين بيعملوا فرز ثانوي لأن الأول واحد بياخد الكومة دي اللي اسمها نمبر جان ويروح يعملها ورق بلاستيك معادن إزاز وهكذا، يجي واحد تاني ياخد البلاستيك اللي حضراتكم بتشتغلوا فيه يفرزهم ل 12 سم مش على كونفير بلت ولا حاجة. و12 صنف ليه؟ لان هو عارف الاسواق دي، عنده 12 سوق. ازاي بقى هنشتغل مع حضراتكم علشان نتفق انتوا عايزين ان واحد من ال 12 ولا يمكن عايزين خليط لان هم ساعات بيخلطوا كتير مع الزبادي وهكذا، يعني الموضوع مش هنغلب فيه بس نقرر ان احنا هنشتغل مع بعض. الميكروفون مش عايز يستجيب شغال؟ مش عارفه في حاجة انا حاطه غلط كده. لو كنت الميكروفون كده كده لسه شغال اوكي يعني مش قوي. ميرسي شكرا. ده شغال. فاذا بس اوري حضراتكم الصوره دي، لو لاحظتوا هي كلها صنف واحد بس وعليها البراند نيم، مفيش داعي للذكر. طب ليه جمعوا الصنف ده والبراند نيم ده؟ علشان ده هيروح سوق الغش التجاري، كل العبوات دي هتتعبى بالغش التجاري وهكذا. احنا عايزين نشتغل معاهم ومع حضراتكم عشان نمنع الغش التجاري لانه بيعرضنا كلنا لمخاطر فظيعه، ما بين اسلاك الكهرباء اللي بتعمل ماس، وما بين البويه اللي ما اعرفش بتعمل ايه، يعني ما فيش حاجه الصراحه ما بتتغشش، يعني الكارترج بتاع التونر كله قصه تانية. طيب ادي مراحل البلاستيك قبل ما يوصل لحضراتكم، بيتفرز بيدوي بعدين باللون وبالتايب وبعدين بيتقص وبيتغسل، وطبعا المخاطر كلها الصناعية. احنا دلوقتي بندور ازاي ننقل الورش دي في مجمعات صناعية للصناعات الصغيرة، بيتكسر بيتخرز وبعد كده في النهاية بيروح لحضراتكم. اللي عايزين نقوله ان السبع وظائف دول بيتولدوا من تفتيت مرحلة التصنيع والانتاج، لان كل مرحلة من دول من الاخضر الى الاحمر بتشمل كم هائل من المصريين اللي هم لو ما اشتغلوش هتبقى مشكلة كبيرة، ما بين اللي بيشيل واللي بيشون واللي بينقل واللي بيسوق العربية واللي بيفرز واللي بيغسل، يعني
مليون مصري عايزين نتنك عليهم في سوق العمل. دي مهمة جدا، هي مش مسؤولية اجتماعية، دي اقتصادية. دول فاتحين بيوت بيعلموا ولاد وبيصرفوا ويعني بيبعدوا الناس عن الجريمة بالعربي كده. وزارتنا أقرت السياسة القومية للمخلفات الصلبة المصرية، دي بدأت قبل ما الوزارة تتأسس، كانت وزارة البيئة طرف رئيسي فيها، أصبحنا احنا دلوقتي بنين المسيرة دي، وشملت ممارسين ورجال صناعة وجمعية أهلية وقطاع بالرسم. سنتين حوار، هي مصر لازم تروح على فين في المجال ده، واتفقنا على الهرم المقلوب اللي هو يتوافق تماما بالمناسبة مع الهرم والتسلسل بتاع أوروبا. في حاجة اسمها EU Directives بتطلع لهم كل كام سنة، بتقول لهم يا أوروبيين يا بلاد الشمال تروحوا على فين في مجال المخلفات. كانوا بادين باللاندفيل، وقفوه، ما عادش في أراضي والأمطار والدنيا بيأثر على المياه الجوفية، اتجهوا إلى المحارق لما احنا رفعنا أسعار البترول في 73 علشان ما كانوش عايزين يعتمدوا علينا، والنهاردة they're phasing out كل المحارق. فلما ابتدوا phasing out اللاندفيلز بعتوا هلمة وجت الشركات الأجنبية. دلوقتي هم بيعملوا phasing out للمحارق، هيودوها فين؟ أكيد هيبعتوا هلمة، لكن لا سوري، احنا عندنا سياسة قومية واستراتيجية قومية للمخلفات الصلبة. المرة دي احنا عارفين احنا بنعمل ايه، مش هينفع ان ييجوا يودونا في سكة مختلفة عن السكة بتاعتنا، لان احنا الموضوع مش قضية اجتماعية واحنا ناس قلبنا ما عرفش ايه وخايفين على الفوارة. الموضوع ان في صناعة كيماويات في البلد دي قوامها 1,300,000 عامل مصري، وقوامها ان احنا بنحترم البيئة والمادة، مش عايزين ننزل تاني نجيب بترول عشان نعمله ازازة مية معدنية ونروح حاطينها في محرقة. ده مش سنس، وهم ادركوا كده وبيقولوا كده لنفسهم، فيودوا المكان بتاعهم فين؟ التسلسل، التسلسل بتاعنا هو كده، لسه ما وصلناش ليه، بس اتمنى ان يبقى الاساس هو خفض مصادر التلوث، يعني ما نطلعش مخلفات صلبه. ده هيتطلب انه الباكجينج اندستري تشتغل معانا بقوه، وده غير قضيه خفض الاستهلاك كناس كمصريين يعني، وإعادة استخدام أي حاجة في الصناعة. بتكلموا حضراتكم عن إعادة استخدام المية وإعادة استخدام الطاقة، وكمان المواد الماتيريالز مش بس الـ sources of energy وكده. وبعد كده نمبر 2 على طول إعادة التدوير اللي هو حضراتكم بتقوموا بيه في غرفة الكيماويات، والكمر اللي هو الكومبوست. بعد كده ما يتبقى يروح طاقة لمصانع الإسمنت، بس ده بعد ما خلصنا كل ده بيروح المرفوضات فقط مش للحرق، لتوليد الطاقة. وآخر حاجة أتمنى أن نوصل لزيرو ويست في يوم، بس يتبقى من 5-10% ده بس اللي هيحتاج أن يروح للمدافن الصحية اللي هي اللاندفيلز. إذن ما ننادي به هو الاقتصاد الدوار السيركولر إيكونومي، اللي هو عكس تماما الحرق، لأنه ده اقتصاد خطي أو لينير إيكونومي وما ينفعش في الزمن ده. وزي ما أوروبا وأمريكا بيتكلموا على الاقتصاد ده علشان بالذات قضية تغيرات المناخ، احنا كمان ناس فاهمين وواعيين وبنتكلم زيهم، ما اختلفناش أبدا وقادرين. طيب ازاي هنعمل ده؟ لازم نرجع للجمل المنزلي للمخلفات الصلبة، هي دي الحنفية اللي بتوصل لمصانع حضراتكم البلاستيك. ولما سبناها في صناديق في الشارع نسينا انه عندنا 30% من شعبنا ساكن تحت خط الفقر وعايز يعيش بشرف، فبينبش. هيعمل ايه؟ يعني مش ان هو راجل سيء، ده هو بالعكس عايز يروح يبيع حبه كرتون بلاستيك كويس قوي بدل ما يروح يسرق عربيتنا. بعد كده مين اللي هيجمع؟ مين دول؟ قلنا شركات شبابيه مصريه. اوريدي القاهره والجيزه فيهم زبالين تقليديين كلهم عايزين يرجعوا للمهنه بس بشكل كريم، عايزين يمضوا عقود. موضوع امضاء العقود ده وراه قصه متعبه جدا بس لازم تتعمل. ازاي نعلم رؤساء الاحياء يقسموا الحي لقطاعات صغيره تتناسب مع قدرات الشركات دي، وبعد كده ندرب رئيس الحي مع العاملين في الشركه، وازاي نعمل عقد بسيط مش طالبين فيه خطاب ضمان في البنك ولا لودر ولا اي حاجه من اللي بتطلب من الشركات الكبيره، وازاي انه يكون مؤدي الخدمه هو اللي بيتعاقد. حاليا في مشكله كبيره في الجيزه انه المتعهدين اللي بيمضوا مش هم اللي بيجمعوا، واحد متعهد وتاني زبال، والسيستم والبريك داون طبعا لما اللي بيمضي عقد واحد تاني غير اللي بيأدي الخدمه.
المهم علشان نطلع بره القاهره ونطبقها في مكان ما فيهوش اشكاليه الاشتباك ده، توجهنا الى بورسعيد وقاعدين الشباب النهارده بيقسموا مدينه بورسعيد وبورفؤاد لتقاطع قطاعات صغيره. خلاص جمعنا الشركات وبيسجلوا في وزاره الاستثمار في الوان ستوب شوب، وهيبتدوا يلبسوا ازرق واخضر ويلونوا تريسيكلات او عربيات بحيث ان الجامع يرجع سكني في كيسين. هنطلب من حضراتكم كلكم، لسه ما ابتديناش الاعلانات في التي في بس ابتديناها في المدارس والجامعات، انه هنعمل توبين سيستم كيسين، ويا ريت اللي بيروحوا يتسوقوا كل يوم ويرجعوا البيت ب 10 اكياس يستعملوا الاكياس دي، انما في الاحياء اللي هي فيها ندره من الاكياس وللتذكير فقط هنوزع اكياس، والاكياس دي بتتحلل، فهيبقى كيس اخضر وكيس ازرق، الاخضر هيبقى في العضوي والازرق في الصلب. وفي بورسعيد الناس قالوا احنا مش محتاجين جمع كل يوم، احنا بنطلع زباله يعني تملى الكيس ده بس مره في اليوم، مرتين في الاسبوع. ولما سالنا بتوع امبابه بتدفعوا كام؟ قالوا احنا مع كل كيس بنطلعه بندفع جنين اللي بيجي. يعني الناس قررت رسوم الخدمه وقررت السيستم اللي عايزاه. احنا ما اعتمدناش بالشكل الكافي على قدرات المصريين ومعارفهم. في بورسعيد هنطبق دي، هيجي شاب هيلم كيسين بس لازم يكونوا مفروزين، هنضيف عليها بقى كومبوننت هتدخل فيه المسؤوليه الاجتماعيه الممتده للمنتج، لانه الشاب ده لو طلع له كيسين فول باكس مش فاضيين هيطلب من ربة البيت لانها احسنت وتذكرت من فضلك يا هانم اديني كارت التموين بتاعك، وهيروح عطيها رصيد جنيه على كارت التموين، يعني هتاخد 10 جنيه في الشهر. مين اللي هيدفع ال 10 جنيه دول؟ الباكجينج اندستري. فاحنا بنطبق مفهوم الاكستندد برودوسر ريسبونسبيلتي الاي بي ار بالمشاكل، يعني بناخدها منهم علشان ندفعها للساكن، وما افتكرش انهم هيعترضوا، هم عايزين يقولوها ريسبونسبل كير ماشي، عايزين يقولوها اي بي ار ماشي، المهم في النهايه لازم حد يغطي تكلفه الجامع، لانه اللي حاصل النهارده في مدينه القاهره ان احنا كلنا كسكان ساخطين من وضع المدينه السيء، ما حدش فينا راضي يدفع مليم، وعمالين طول النهار ما احنا بندفع 8 جنيه. 8 جنيه دي اتحطت سنه 2003 بقى لها 11 سنه ما اتحركتش، مفيش حاجه ما غليتش في الدنيا، بس احنا ساخطين عشان الشارع مش حلو. فقلنا بدل ما نطلب فلوس زياده من السكان خليها كده، نخلي الباكجينج اندستري يدفع في البدايات، بس هيجي يوم هتدفعه، لانه التكلفه الفعليه في مدينه القاهره للشقه الواحده 23 جنيه في الشهر، مش كتير مش كتير، بس المهم تنضف. فالشركات الشبابيه في عربيه مقسومه هتروح لمحطه مناوله، لو المدينه كبيره والنقطه النهائيه بعيده، لكن لو هي صغيره زي بورسعيد هيروح على طول على مصنع السماد، هينزل العضوي ويمشي ويروح على مخازن يفرز فيها النون اورجانيك اللي هو عايزينه، احنا يجي لحضراتكم بالسبيسيفيكيشنز اللي انتوا عايزينها. لما بيجي العضوي مفصول من المنبع هو شكله كده سمنت حقيقي يعني، ولو سوق يعني حاليا الطن بيتباع ب 80 جنيه هيرتفع لما يبقى نظيف ما فيهوش هيفي ميتلز وهكذا. لما بيبقى مخلوط ادي مصنع من 63 متوقفين بيبقى كده، ده مش سمنت، ده مليان بلاستيك وازاز وكل حاجه. فالفكره هي من تاهيل المصانع ان يبقى في مكان غير الشارع يستقبل كل المواد، والمكون الصلب اللي احنا قلنا عليه موجود على الاقل 900 الف مصري و5000 ورشه، ازاي بقى نشتغل مع بعض علشان كل الورش دي تورد لحضراتكم في مصانعكم المنتج النهائي بالشكل النهائي. اول حاجه لازم يطلعوا بره الكتله العشوائيه، احنا كوزاره عشوائيات حاطين ميزانيه زي ما بنبني بيوت ومساكن للناس اللي في عشش وبنبني لها عمارات، راصدين ميزانيه علشان نبني ريسايكلينج باركس، وهنا محتاجين شركاء مستثمرين زي حضراتكم. مش عايزين بقى اللي هيخش هنا وده هيبقى بلاستيك كله، على فكره في البدايه بلاستيك اونلي، مش عايزين اللي يدخل هنا يشتغل بنفس الطريقه بتاعه الورشه. فلازم نتكلم مع حضراتكم عشان نعرف السبيسيفيكيشنز، ولازم نشتغل علشان يتعلموا يتعاقدوا. هم حاليا بيغشوا ليه لما بيوصلوا لكم الحاجه؟ لانه عايشين على الربح الغير مضمون، ضربه ضربه ويجري. لكن لما يتعاقد ومعاه بارتنر بزنسي وفي ورق ويبتدي يفهم يقرا ازاي وهكذا، بتصور ان الوضع هيختلف شويه. الريسايكلينج باركس دي هتشمل في البدايه البلاستيك بروديوسرز
بندور على ديفلوبرز علشان ينقلوا الناس دي ويعملوا لنا الديزاينات بتاعتها. هتبقى حاجه زي اللي اتعملت في الصين، ما هياش علم ذره ولا هاي تك يعني، مجرد متنظمه ومترتبه، وهيجي لها بلاستيك اونلي، هيبقى بلاستيك ريسايكلينج بارك، ومن جوه هيبقى مثلا دي خرازه. الشغل بنظام نظيف، عندنا 15 خرازه في مدينه نصر، كل واحده قيمتها 1,000,000 جنيه على فكره، تطلع ان شاء الله. ومن جوه يبقى فيه شغل منظم لكل البروسيسنج والريسايكلينج. ده اللي احنا متصورينه. انا حبيت سوري اكلمكم على القصه من اولها عشان تعرفوا في النهايه هي اول نقطه في البلاستيك اللي بيجي لكم من فين، وعلشان يجي لازم المنظومه كلها بتاعت المونسيبال سيستم تتغير. وده اللي احنا مش عايزينه، لانه ده هيدمر كل البلاستيك بتاع حضراتكم، هيدمر الفاليو تشين كله. اذا لما بيجون الناس ويسالوا ايه رايكم يا وزاره، احنا معنيين بالموضوع ده طبعا، فبنقول لهم لا، احنا مش عايزين ندمر الاساميز ولا الوظائف ولا ريسايكلينج. اذا احنا لا نرشح اي تكنولوجي هتعمل حرق للمواد، احنا بنبص على سيركل ايكونومي. لا نرشح لا بلازما تكنولوجي ولا بايروليسيس ولا جاسيفيكيشن ولا انسينريشن، احنا بتوع ريسايكلينج وبتوع السيركل. شكرا.